في سلسلة اكتشافات غيرت العالم راح نتحدث اليوم عن أمر أصبح كثير هام في الطاقة المتجددة وهي طواحين الهواء. يحتاج الإنسان إلى مصدر الطاقة في العمل والإنتاج، ولكن قبل ابتكار الآلات التي تعمل طبعا بالنفط كانت تستخدم مصادر الطاقة المستدامة مثل الماء والرياح في هذه الأعمال. بسبب إبداع المسلمين تحديدا في الآلات الميكانيكية، وكان يبتكرون الآلات التي تعتمد على نظام العمود المرفقي، إذا بتتذكروا عمود الكرنك، لرفع الماء وتشغيل طواحين القمح. لكن بسبب عدم توافر الماء الكافي في البلاد الإسلامية بشكل دائم، فقد سعى المسلمون إلى استغلال الرياح التي كانت تهب بشكل كبير في البلاد الإسلامية. فقد ظهرت طاحونة الهواء في العام 634 ميلادي، عندما جاء رجل فارسي إلى الخليفة عمر بن الخطاب وعرض عليه بناء واختراع طاحونة الهواء التي تدور بالرياح. ثم انتشرت هذه الفكرة وتستخدم في جميع مناطق المسلمين من خلال طحن الحبوب، رفع الماء